وللتعليق حول الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أحمد دقديح. أستاذ أحمد، يعني كتائب القسام بدأت مناورات عسكرية دفاعية تحمل اسم الصمود والتحدي، هل من مزيد من المعلومات حول هذه المناورات؟ بالتأكيد، بعد التحية لك وللسادة المستمعين الكرام عمر أو المشاهدين الكرام، محددات هذه المناورة التي بدأت فعليا في قطاع غزة منذ ساعة الصباح لكتائب القسام والتي جاءت بعنوان التحدي والصمود، من أهم الأحداث ربط هذه المناورات العسكرية بالمناورة التي حدثت في الداخل المحتل الذي أجراها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الجيش الأمريكي، وعملية استعراض القوى الذي بدأتها أو بدأها قوات الاحتلال من خلال هذه المناورات الكبيرة. المقاومة الفلسطينية اليوم قالت بأنها أيضا هي على جهوزية تامة للتعامل مع أي طارئ أو أي عدوان إسرائيلي أو أي قضية يتم استخدام المقاومة الفلسطينية من خلالها. المناورة العسكرية بدأت بإطلاق الرصاص الحي، ومن ثم يعني حركة نشطة للمركبة العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية واستعراض القوة بإطلاق صواريخ باتجاه البحر. هذه الصواريخ قالت كتائب القسام أنها متطورة وأن هذه المناورة هي الأكبر في تاريخ كتائب القسام. أيضا من ضمن الأهداف أن الاحتلال رغم تهديده إلى قطاع غزة إلا أن المقاومة الفلسطينية ستكون لها في المرصاد. المناورة ستستمر حتى ساعات مساء لهذا اليوم. نعم، كيف تقرأ توقيت المناورات؟ لماذا بهذا الوقت بالتحديد؟ بالتأكيد التوقيت مهم، خاصة نحن مقبلين على يوم الأرض الذي يصادف 30 من مارس أي الجمعة القادمة. هذا اليوم ليس كثلاثين عاما مضت في ذكرى الأرض، هذا العام مختلف جدا حيث بدأت التحركات الوطنية والشعبية والفصائلية بتحضير إلى الهبة الجماهيرية وبناء الخيام في المناطق الحدودية. لأول مرة يتم مقابلة الاحتلال وجها لوجه بمظاهرات سلمية للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار عن غزة وإثبات حق اللاجئين، وتكون ساعة الصباح بناء هذه الخيام. توقيت المناورة يأتي في حال تحدد الاحتلال المسيرة الشعبية السلمية، لأن أيضا كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية ستكون جاهزة هذه المناورة لإبداء القوة و يعني فرض عضلات القوة الفلسطينية رغم تحدي الاحتلال، وأطلق عليها الصمود والتحدي. نحن في حصار غزة لا تدخل أسلحة، يتم محاصرة القطاع بكل الإمكانيات، إلا أن المقاومة الفلسطينية تثبت نفسها من جديد من خلال هذه المناورة العسكرية التي تأتي في توقيت حرج جدا. نعم، من غزة الصحفي الفلسطيني أحمد دقديح كان معنا، شكرا جزيلا لك.